أظن حضراتكم تعرفوا في القانون كويس. أنا من حقي مقابلة موكلي المدعو فتحي زيدان، ولو في تهم موجهة إليه من حقي أطلع عليها وأقابله وأسمع منه وأحضر معاه التحقيق كمان. إيه ده بس يا أستاذ راجح، خلينا نعرف نتفاهم. باردون يا مجدي بيه، الأمور القانونية ما فيهاش تفاهم. لو المدعو فتحي زيدان مش موجه إليه تهمة صريحة يبقى احتجازه غير قانوني، ولو متوجه إليه تهمة يبقى لازم أطلع عليها حالا ولازم أقابله وأسمع منه واحضر معاه كمان التحقيق. وصدقني لو ده ما حصلش أنا هطلع من هنا على النيابة المسائية وهعمل محضر وهتهم فيه حضراتكم باحتجاز مواطن دون وجه حق. اتصل بخالد باشا وعرفه اللي بيحصل وشوف رأيه إيه. دي يا راجح بيه. اتفضل. الو. ايوه يا مجدي. ايه طمني، ايه الاخبار؟ فعلا راجح المحامي مره واحده. لان العريس واصل واحنا مش واخدين بالنا ولا ايه النظام؟ طب اقول لك ايه، اشغله. مش عارف اشغله، هات له فتحي. خليه يقعد معانا وانا جاي لك في الطريق. مجدي انشف معاه شويه، احنا بنعمل شغلنا والله. بالظبط، هاتهوله وخليه يقعد معاه وانا جاي لك في الطريق. لا ان شاء الله انا هعرف اتصرف معاه. يلا سلام. يا نهار ابيض، راجح محامي الفنانين والمشاهير مره واحده يا فتحي. ماشي، احنا موقفنا مع فتحي قانوني، قبضنا عليه متلبس في مجزره وسط فيلته، واظن حضرتك عارف يعني ايه تلبس. يا مجدي بيه، تلبس اشتباه، مفيش حاجة تمنع محامي من مقابلة موكله. هات لي ابن فتحي زيدان من الحجز. تقابله راجح بيه، ما تقابلوش ليه؟ احنا ما عندناش حاجة نخاف منها. بالتأكيد. الدفاع بتاعك. يلا فتحي. تعرفش مين هو فتحي زيدان، عشان كده اطمن، عشان فتحي زيدان ما بيحبش الدم، وده من حسن حظي انا، بس من سوء حظك انت، عشان مش هسيبك. بس انا عندي الاهم، عشان كده هسيبك. ماشي يا فتحي، ماشي. عايز تلعب معايا على نضيف يا فتحي؟ عايز تلعب معايا على نضيف؟ ما وعدكش يا فتحي، ما وعدكش. كويس خالد باشا. انا هايل اخر 10 حاجات. قول لي بس هبقى كويس ازاي؟ اديني سبب واحد. دي عربيتي، مره الفرامل، مره العجل، قول لي اعمل ايه؟ اخش يعني اطلب تعويض من الداخليه على اللي بيحصل في العربيه؟ نهار اسود. يعني فتحي كده قدر يهرب؟ صدقني هرب. اعمل ايه؟ يا اخي الستات هيفضلوا ستات، جوه البيت، بره البيت، في الشغل، لازم يدوروا كده ويدوروا على اي حاجه تضايق الراجل ويحطها لك قدامك كده. هرب يا هبه، صدقني. عشان خاطر ايه ده شويه، انا هديهم امر دلوقتي بعمل دوريات ثابته ومتحركه على محيط المنطقه كلها، وهديهم اوصاف فتحي كمان. دار العريس دار، والحاجات دي مش هترجعه لقفص. بس ماشي، اجراءاته لازم تتعمل. بقول لك ايه، لاقي لي حد يقطر لي العربيه وحصلنا على المديريه. ماشي حاضر. هو خالد باشا ماله؟ ها؟ لا، ما يعني اللي بيحصل طلع جنونته وحاجات كده، ربنا يستر. بس فتحي ده طلع مش سهل، ده مجرم محترف بجد، وشكله كده بقى هيدوخنا وراه. ربنا يستر، احنا شكلنا داخلين على سواد. السلام عليكم. بقول لك يا ابو الشباب. تأمرني يا باشا. ليش انا كانت عربيتي عملت حادثه كده، قعدت ادور على حد يقطرني ما لقيتش، فجيت يجي كيلو مشي، فكنت عايزك تتصرف لي بموبايل كده، اكلم حد من صحابي يبعت لي ونش وياخدني معاه بالمره. اه اتفضل اتكلم يا باشا، براحتك يا باشا، اتكلم براحتك يا باشا. شكرا. بقول لك ايه؟ امرني يا باشا. كوبايه شاي صغيره. تحت امرك يا باشا، احلى كوبايه شاي يا باشا. شكرا. رد يا تربو بوس ايدك. تليفونك بيرن يا بيه، والنبي افتكرتك نمت. هو انا يا بنت انت مش فاهمتك بره، تنسي ان انا موجود خالص؟ انت ما بتفهميش يا بنت؟ يوه، هو حضرتك مستخبي من حاجه ولا ايه؟ مستخبي ايه؟ وبعدين يعني هي ستي ليلى ما جاتش ليه لحد دلوقتي؟ ها؟ قول لي بقى. غوري يا بنت، اعملي لي كوبايه قهوه. يلا غوري من وشي، وما تدخليش نفسك في ملكيش فيه، يلا. طيب، انا فاكر. ايه يا تربو؟ ما بتردش ليه؟ ايه؟ لا راجح المحامي ايه؟ أنا هربت. تربو مش وقت حكاوي دلوقتي. كويس إن أنت سلبت نفسك. أهم حاجة دلوقتي أنا عايزك تجيب عربية وتجيلي جري، وتجيب لي معاك هدوم. ها؟ عارف فين؟ بص يا سيدي. تمام. عارفها كويس. حاضر. عايزك بس تخلي بالك على نفسك لحد ما اوصل لك. مع السلامه دلوقتي يا فتحي. مع السلامه. هو انت خارج يا بيه؟ انت من اهلك. ما حضرتك طلبت مني القهوه، عملت لك القهوه الساده اللي حضرتك بتحبها. اطفحي يا انتي، وساعة بنت كده. اطفحها انا؟ ازاي يعني؟ دي قهوه ساده وانا ما بحبش القهوه. يا اختي هو ماله البيت ده ملخبط كده ليه؟ وجوز النجم كمان ملخبط.